يعني دعنا طيب ننقل كل هذه التحركات للأسواق التي نشهدها في هذه الجلسة لأحمد عزام محلل الأسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا بك أحمد. يعني ربما الأبرز الذي نترقبه هي بيانات تضخم في الولايات المتحدة، إلى أي مدى سوف تكون يعني حركة هادئة على الأسواق أو الأصول برأيك لغاية هذه البيانات؟ صباح الخير رندا والطيب. نعم بكل تأكيد الأعين كلها تتجه إلى أرقام التضخم بعد بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. عندما ننظر إلى القراءات الأخيرة 12 شهر متتالي لتباطؤ أرقام التضخم، نتيجة إيجابية دعت إلى التفاؤل إلى إنهاء دورة تجديد السياسة النقدية، بالرغم من أن لا يزال هناك بعض الأصوات الصقورية والصدى الحمائمي على ما أعتقد بالنسبة لتلك الأصوات. نعم رندا، عندما ننظر إلى أرقام التضخم بكل تأكيد الأسواق تنتظر كما هي كانت تنتظر في الفترة الماضية الإشارات من البيانات الاقتصادية. نعم عندما ترك جيروم باول الأوضاع الاقتصادية والأرقام الاقتصادية هي الحكم بالنسبة للتحركات القادمة، بدأت الأسواق تتابع الأرقام الاقتصادية سواء بيانات السوق العمل من جهة وأرقام التضخم من جهة أخرى وما يدفعها من ضغوط تضخمية بكل تأكيد لتحريك توقعات واحتماليات رفع أسعار الفائدة. نعم رندا، عندما ننظر إلى التصريحات الأخيرة من أحد أعضاء الفدرال الأمريكي بومان، قد ذكرت بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة لا تزال واردة. بكل تأكيد المجلس منقسم كما هم المستثمرين منقسمين، فلذلك كما ذكر الطيب قبل قليل أن هناك بعض الفلكشويشن أو بعض التذبذب بالنسبة للتحركات ما بين الذهب الدولار الأمريكي وحتى عوائد السندات عندما ننظر إليه، فهذه التذبذبات أو النطاقات الضيقة بالنسبة للأسعار على ما أعتقد مبررة جراء انقسام مجلس أعضاء الفدرالي الأمريكي جراء انقسام المستثمرين نفسهم. نعم أحمد، دعنا ننتقل لواحد من العناوين العريضة اليوم وهو النفط الذي لا زال في أعلى مستوياته في 4 أشهر رغم التراجعات النسبية التي تحدث الآن ب0.3 نقطة المئوية. من أين يستمد النفط طاقته الإيجابية بغض النظر عن هذه التراجعات؟ نحن نلامس $86. نعم الطيب، على ما أعتقد حاليا كل ما يجول حول أرقام النفط هي أرقام تعتبر نوعا ما دافعة سعريا إيجابيا بالنسبة للنفط. عندما ننظر إلى مخزون النفط الخام يدعو بشكل إيجابي بالنسبة للأرقام الاقتصادية أو بالنسبة لأسعار النفط. عندما ننظر إلى تحركات أوبيك بلس، التوقعات لا تزال تتجه إلى أن التخفيض الطوعي قد يستمر حتى نهاية العام الحالي. حاليا رسميا بشكل رسمي إلى نهاية سبتمبر، لكن هناك بعض الحيثيات تؤكد بأن إمكانية التخفيض الطوعي أن يستمر حتى نهاية العام. عندما ننظر إلى المخزون الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لم يتم إملاؤه، فعلى ما أعتقد بأن كل ما يدعو بالنسبة للعرض والطلب بالنسبة للنفط هو دافع إيجابي لحتى الآن. حتى عندما ننظر طيب فنيا بالنسبة لتحركات النفط خام غرب تكساس تحديدا عندما اخترق مستويات 78 على ما أعتقد أعطى إشارات جيدة جدا بالنسبة للتداولات الإيجابية بالنسبة للنفط، فعلى ما أعتقد أساسيا فنيا هو في اتجاه صاعد لحتى الآن النفط. البحث عن 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 ما يدعو بشكل إيجابي بالنسبة للنفط للدفع السعري بشكل أكبر في الفترة القادمة. ولكن أحمد برأيك إلى أي مدى كذلك ربما البيانات التي قد نترقبها من الاقتصاد الصيني سوف تكون داعم آخر لأسعار النفط الفترة المقبلة وتحديدا إن شاهدنا فيها تحسن برأيك؟ نعم رندا، عندما ننظر إلى جميع التقارير قد تجمع بشكل كامل إلا أن التفاؤل الطلب الصيني قد يعود إلى الأسواق في الفترة القادمة. نعم أرقام التضخم قد تدخل في مرحلة الانكماش بالنسبة للاقتصاد الصيني وهي إن دلت على أن الطلب العالمي قد توقف قد تعثر في الفترة الماضية، لكن ما بعد السياسات التحفيزية بالنسبة للصين واستمرار السياسات التحفيزية قد يكون هناك بعض الشيء لعودة الطلب بالنسبة للنفط من الاقتصاد الصيني. فعلى ما أعتقد رندا، نعم البيانات السلبية حاليا كانت دافع بشكل قوي لسلبية النفط في الفترة الماضية، لكن عدم تأثرها في الشهر الأخير على ما أعتقد هي دافع بنظرة إيجابية أن تكون الأرقام القادمة بالنسبة للصين دافع بالنسبة للطلب على النفط في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد الطلب العالمي قد يتمحور في الفترة القادمة على الاقتصاد الصيني، فبالتالي قد يعود بأرقام إيجابية بالنسبة لقراءات أسعار النفط. نعم أحمد، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق بالذهب هذه المرة. والذهب من المفترض أن يستفيد من كل العوامل المحيطة الحالية، حالة الضبابية، معدلات التضخم، بغض النظر عن علاقته مع الدولار. لماذا لا يسد هذه الفراغات؟
نعم طيب، على ما أعتقد الحلقة المفقودة في الفترة الأخيرة بالنسبة للذهب هي مسألة الركود. عندما كانت مخاوف الركود متواجدة في الأسواق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وعندما ادعى أعضاء الفدرال الأمريكي جيروم باول تحديدا بأن الركود قادم للولايات المتحدة الأمريكية لا محالة، كانت أسعار الذهب تستفيد بعض الشيء. بكل تأكيد عندما إنهاء دورة تجديد السياسة النقدية تخفيض أسعار الفوائد سيكون دفعه بشكل إيجابي، لكن هذا الشيء على ما أعتقد الطيب قد توقف. الهمسات الصقورية بالنسبة للتوجهات الفيدرالي الأمريكي دفعت على ما أعتقد القراءات السلبية أو التوجهات السلبية بالنسبة للذهب من ناحية، اللا ركود دفع أيضا الذهب بالنسبة للقراءات السلبية ابتعاده كملاذ آمن اتجه إلى أرقام سلبية أو التداولات السلبية الطيب. لا. فعلى ما أعتقد تداولات الذهب أسفل مستويات 1950 قد يكون اتجاهات سلبية بالنسبة للفترة الزمنية المتوسطة. صحيح، إذا تراجع شبح الركود يلقي بظلاله على الذهب. نحن نشكرك سيد أحمد عزام، وأنت المحلل أسواق في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان.